السلام عليكم، رمضان مبارك. الله أكبر. الآن رانا مع أخونا من السودان، حنسأله شوية كلمة. ما شاء الله القرآن الكريم، ما هي كانت السورة؟ سورة حود. وكيف الحول هنا في الأحوال الآن مع الكورونا فيروس؟ والله النعمة، الحمد لله، في نعمة الحمد لله. ربنا يرفع البلاء وينزل الشفاء إن شاء الله. الحمد لله ما في مشكلة. وهل البلجيكيين متهلين فيكم؟ والله كويس الحمد لله، نعمة نعمة والله. الأكل هو حلال؟ الحق الحلال، يعني منظمات كثيرة حلال، يعني الناس كثيرة يساعدوا الناس. يعني كم من شهر أو من وقت خليت السودان؟ لا أنا صار لي مدة، صار لي 4 سنين يعني من السودان، لكن في بلجيك يعني ستة شهور يعني. وهل عدد الناس من السودان كثير؟ هنا بيتكلموا عن عدد السودان كثير، يعني عدد السودان يعني هون أكثر الناس يعني هنا في بلجيك يعني. أوكي. وكم خليت عدد العائلة في السودان؟ لا عدد عائلتي يعني كثير، يعني عندي يعني 6 من الأخوان و2 من البنات والزوجة والأولاد والولدين ومعه ووالدتي، والحمد لله ما في مشكلة. والاتصال معهم تم؟ اتصال على الواتساب يعني الحمد لله. الوصال التواصل الاجتماعي يعني مواصلة كويس، يعني الواتساب، الايمو، الماسنجر. اوكي. وهل عندك مهنة؟ انا يعني قانوني، خريج قانون ذا لويو، يعني بقول المحاماه. ابو غاطو. ابو غاطو. وهل الان ممكن مع هذا الكورونا فيروس حيغير هذا العالم ان شاء الله؟ ان شاء الله يغير اخوان، ان شاء الله يعني ينظف قلوبهم ويكونوا يعني على قلب رجل واحد، ويصدقوا على الفقراء والمساكين، يعني من كان له زاد فليعد، من لا زاد له يعني. شكرا جزيلا الاخ، وان شاء الله رمضان كريم. رمضان كريم. حصل على ان شاء الله الورقه، اهم حاجه الورق، يعني احنا لا نطلب الا الورق يعني. الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك في بلجيكا. مرحبا بك. مرحبا. شكرا. Voilà, donc tout ce qu'on nous demande c'est si on pouvait régulariser dans ces conditions difficiles les sans-papiers, ce serait quelque chose. En tous les cas, masha'Allah, ici au bord du quai, la nourriture, 500 repas distribués avec une association citoyen solidaire. Et ce soir, c'était la Croix-Rouge aussi qui accompagnait. Bravo, bravo, bravo. Et sahaf tolkom.